لك قلبي المعذب مهلا، لقد صرت بحرا يصارع سهلا. رويدك قل لي متى نستفيق على لم شمل وقرب لقاء، وكيف نداوي جراحات قومي ونبعد عنا سنين الشقاء. رويدك قل لي ألست شغوفا ليوم التلاقي. مهرجاننا الشعري في هذا العام أحبت الجمعية من خلال زملائنا الأعضاء الجمعية والشعراء المشاركين فيها أن تقدم تحية لجيشنا العربي السوري الباسل، وتزامنت في الحقيقة تقديم هذه التحية الآن مع فك الحصار عن مدينة دير الزور الحبيبة، مع هذه البطولات التي رأيناها والتي ربطت جناحي القطر العربي السوري شرقه وغربه وإن شاء الله وشماله وجنوبه. وبالتالي نخبى الآن من شعرائنا الجميلين سيقرؤون نصوصا جميلة وباهرة تحية لجيشنا العظيم. بهذا اليوم نحن نحاول بقاطرة الأدب اللحاق بإنجازات قواتنا المسلحة الباسلة في كل مكان، لأن قاطرة الأدب تأخرت كثيرا عن اللحاق بإنجازاتهم التي عمت كل أرجاء القطر العربي السوري، وعلينا أن نستحث همة الأدباء والمفكرين، لأن أزمتنا في جانب منها أزمة هي أزمة ثقافية، وعلينا كما يتصدى رجال قواتنا المسلحة للإرهاب ويحاولون تطهير هذه الأرض من دنس الإرهاب ومن دنس العصابات الإرهابية، على المفكرين والمثقفين والأدباء أن يتصدوا بالكلمة وبالثقافة المنفتحة الواسعة التي تعيد بناء سوريا الأبية، سوريا المحبة المتسامحة التي تظللها أقمار الكرامة وشموس العزة. يقام اليوم مهرجان الشعر كتحية للجيش العربي السوري الباسل الذي جسد أسمى آيات الولاء للوطن، وأكد أرسل رسالة للعالم أجمع بأنه يمثل الشعب العربي السوري بأطيافه كافة، وكيف والشعراء هم الأقدر على تجسيد هذه الحالة بقوالب فنية وإبداعية جميلة. سيف الشآم إذا لاحت بوارقه رد الهبوب على الأعداء أكفانا، تلقى النسور مدارات ترصعها هذه السماء على الآفاق تيجانا، تلقى الأسود بآجام الوغى نفرت تحمي العرين وتفري رأس من خانا.